ده بنجينا بقى نتكلم عن النتائج والمنافع التي يمكن تحقيقها من وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب. واحد، تقليل نسبة هجرة العمال لأعمالهم وسرعة التغيير أو الانتقال من عمل إلى آخر، تقليل نسبة غياب العمال، تقليل نسبة الحوادث، تقليل نسبة استقالة العمال، تقليل نسبة العادم من الخدمات من الخامات، تقليل المنازعات، رفع الروح المعنوية، تقليل نسبة تمرد العمال وتمردهم وعصيانهم. 9، زيادة الإنتاج. وعلى هذا فكيف يسهم علم النفس مساعدة أصحاب الأعمال في زيادة أرباحهم؟ بيحدث ذلك من خلال العمليات السيكولوجية، من بينها الاختيار الجيد للعاملين. ومن الجدير بالذكر أن الاختيار المهني الجيد ليس عمل منفردا، الفائدة في شكل ما يعود على صاحب العمل من الأرباح، وإنما يعود أيضا على العامل بالنفع المادي والأدبي، حيث يشعر بالرضا عن عمله ويشعر أيضا بالسعادة والتكيف المهني. كيفية اختيار المهني الكفء؟ 1، وضع معايير محددة للكفاءة في العمل المطلوب. 2، عمل تحليل لهذا العمل للوقوف على القدرات والمهارات المطلوبة للنجاح، ومن ثم وضع الاختبارات اللازمة لقياس هذه القدرات. 3، تحديد الاختبارات والوسائل الأخرى التي تصلح لجمع المعلومات عن الأشخاص المتقدمين لشغل الوظيفة المطلوبة. 4، تحليل كل جزء من المعلومات للتحقق عما إذا كان القادر على التمييز بين العامل الأكثر كفاءة والعامل الأقل كفاءة من غيره، أو العامل الناجح وغير الناجح. 5، جمع المعلومات المطلوبة حول العمال المتقدمين، حيث يوضع كل منهم في العمل الذي يناسبه. 6، عمل دراسة تتبعية لمعرفة أي مدى نجاح هذا النظام في اختيار عمال الكفء. نخش على حاجة جديدة، وهي تعريف الهندسة البشرية. الهندسة البشرية يقصد بها العلم الذي يشترك فيه علماء النفس والمهندسون، وبيهتم بتصميم الآلات والمعدات الصناعية وتهيئة الظروف الفيزيقية المحيطة بالعمل، بحيث تتلائم مع قدرات الإنسان في الإحساس والإدراك، وبحيث تتفق مع قدراته النفسية والحركية، ومع قدرته على التعلم، ومع أبعاد جسمه، بحيث تتحقق له الراحة والأمن والرضا في العمل. الهندسة البشرية هو فرع من فروع علم النفس الصناعي، بيهتم بإعداد الآلات والمكنات بحيث تتفق مع قدرات الإنسان، وبحيث لا تؤدي هذه الآلات إلى إصابته بحوادث العمل أو بأمراض المهنة أو إصابته بالعجز أو التشوه، أو تؤدي إلى شعوره بالتعب والإرهاق دون مبرر. اهتمامات الهندسة البشرية إن هي تهتم الهندسة البشرية بدراسة العمليات التي يقوم بها الإنسان، وهي الإدراك وإصدار الأحكام واتخاذ القرار. العمليات الإدراكية هناك في العالم الخارجي كثير من المشيرات التي تسيرنا، مثل الأصوات والأضواء والروائح، وعن طريق عملية الإدراك نحدد عددا محددا من تلك المشيرات ونوجهها إليها الانتباه، فنحن نتعرف على شيء ما أو نحدده لفائدته أو لوظيفته أو لقيمته، لأننا في عملية الإدراك نقارن بين الشيء المماثل الآن أمام حواسنا وبين الانطباعات أو الخبرات السابقة المختزنة في الذاكرة. طيب، عملية بقى الحكم والتقدير. من العمليات الهامة أيضا عملية التقدير وإصدار الأحكام، إزاء الأشياء التي تمثل أمام حواس العامل، بحيث أن نتيجة لعملية الإدراك أن الإنسان يتعرف على الأشياء ويضعها في فئات أو يصنفها لمجموعات متجانسة. أما عملية الحكم فإن الإنسان يقارن بين خواص عدد من الأشياء. طب إصدار الأحكام، هناك طريقتان في إصدار الأحكام، هما طريقة الحكم المطلق، وفيها بنعطي قيمة عددية للشيء موضوع الحكم عليه، وتمثل هذه القيمة نقطة محددة على بعد متصل، كأننا نقول أن هذا الكتاب يزن رطلين. أما طريقة الحكم المقارن، وفي تستدعى الخبرة السابقة المختزنة في الذاكرة، وكذلك يستفيد الحكم المقارن من وجود معلومات عن شيئين أو أكثر، كأننا نقول أن هذا الكتاب أكثر ثقلا من الكتاب الآخر. ثالث حاجة وهي اتخاذ القرار.
يمثل الإنسان حلقة الاتصال الحية بين أجزاء الآلة الجامدة الصماء، فالمعلومات تمر خلاله لكنها لا تمر كما تمر الرسائل بسلك التليفون، إلا كانت هذه العملية عبارة عن تضييع لمواهب الإنسان وقدرته الكائن قادر على اتخاذ القرارات. إن الإنسان يمثل هذه المعلومات أو يستوعبها ويوظفها في ضوء خبراته السابقة المختزنة في ذاكرته كما يقدرها في ضوء احتياجات المستقبل. هذه العمليات التي يقوم بها الإنسان تتراوح بين التعقيد المطلق والبساطة المطلقة، ويحتاج مهندس التصميم إلى معرفة العمليات التي يستطيع الإنسان أن يقوم بها وتلك التي تستطيع أن تقوم بها الآلة نفسها. وإذا أراد السيكولوجي أن يساعد في هذا العمل فإنه يقوم بتحديد العمليات التي يستطيع الكائن الإنسان القيام بها. والمعروف أن الإنسان لديه بعض الخبرات والذكريات والمعلومات السابقة والمعارف والعادات عن طبيعة الآلة وعن أهدافها وعن تشغيلها. إن عملية اتخاذ القرار تبدأ باستجابة حركية، أي إدراك المشيرات الصوتية أو الضوئية أو اللمسية أو الشمية أو التذوقية. لما نيجي نتكلم بقى عن مبادئ الهندسة البشرية، هذه المبادئ تؤدي إلى وجود علاقة انسجام وتوافق بين الإنسان والآلة، وهذه المبادئ بعينها التي تنطبق على الأدوات المنزلية وعلى أرقى المنتجات التكنولوجية والأكثر تقدما وتعقيدا، مثلا بدلات الفضاء. إن المبادئ السيكولوجية الهندسية تتداخل وتتضافر مع المبادئ الهندسية في محاولة لإيجاد حلول لمشاكل العلاقة بين الإنسان والآلة. ويتلخص عمل المهندس في اختراع الآلات وتصميمها وإنتاجها، وهو في اختراعه يطبق معرفته بخواص المادة ويطبق هذه الخبرة في الاختراعات سواء كانت معقدة أو بسيطة، أي تلك الاختراعات التي تتراوح في تعقيدها وبساطتها من اختراع مصائد الفئران إلى اختراع صواريخ الفضاء. في بعد كده عندنا الأمراض المهنية وكيفية الوقاية منها. الأمراض المهنية بتشكل خطورة طبعا على حياة العمال الذين يشتغلون في المجالات الصناعية التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المهنية، وإذا لم توجد الوسائل الوقائية اللازمة وإذا لم يكن لديهم الوعي الصحي والثقافي الثقافة المهنية الكفيلة بحماية أنفسهم من الأضرار الصحية التي تنجم عن ممارسة عمل ما، ولا شك أن الألفاظ نفسه دورا رئيسيا في وقاية نفسه وغيره من الإصابة بالأمراض المهنية. ومن هنا بيبدو الأثر السيكولوجي والتربوي للأمراض المهنية، فهناك عوامل نفسية تكمن وراء الإصابة بالأمراض المهنية لأنها تنتج عن سلوك أفراد يبتعد عن الحيطة مراعاة للشروط الصحية في الإجراءات الصناعية. طب كيف نتحاشى الأمراض المهنية؟ بطبيعة الحال جميع الأمراض المهنية يمكن الوقاية منها، وشأنها في ذلك شأن حوادث العمل وإصاباته يمكن منعها ما لم تكن راجعة لأسباب كامنة في العامل نفسه، كما تذهب إلى ذلك نظرية استهداف الحوادث في تفسير الحوادث، حيث تميل إلى افتراض وجود نزاعات لا شعورية لدي بعض الأفراد تؤدي بهم إلى أن يورطوا أنفسهم في الحوادث والتعرض من جراء ذلك للإصابة. وحتى هذه الحالات يمكن علاجها بالتحليل النفسي العميق الذي يستهدف كشف أغوار النفس ومعرفة محتويات اللاشعور. تضافر الجهور بقى، إزاي نعمل تضافر للجهود؟ من الجدير أن نتساءل من المسؤول عن حوادث الأمراض المهنية، هل هو الطبيب وحده أم أخصائي الأمن الصناعي وحده أم المدربون أم علماء النفس؟ الحقيقة أن لكل من هؤلاء دوره في الوقاية والعلاج ومنع وقوع الحوادث، والمسؤولية مشتركة تتضمن عمل كل من الطبيب، أخصائي النفسي، المدرب، أخصائي الأمن الصناعي، رجال الإدارة، أخصائي تحليل العمل، أخصائي الهندسة البشرية. والدكتور محمد لبيب السرسي حدد أثر العوامل الطبيعية في نشأة الأمراض المهنية زي الحرارة، وإن دي بتنتج عنها تقلصات العضلات وضربة الشمس وعتامد عدسة العين، وفي رطوبة بينتج عنها تجمد الأطراف، وفي الضغط الجوي بينتج عنه عن ارتفاع مرض الهواء المضغوط وعن انخفاضه في قاعات الهواء في الدم. كمان قال عن الضوء
وينتج عنه الزيادات وعتامة عدسة العين، وينتج عن نقص ورعشة العين كما هو الحال في المناجم. في كمان الذبذبة، وتسبب تقلصات في شرايين الأطراف وضمور في العظام، وتسبب الصمم الذي ينتج أيضا عن الضوضاء. في كمان الكهرباء، وتتسبب أمراض الصعق والصدمات والحروق. في المواد المشعة أي الإشعاعات، وتسبب أمراض العين والجلد والدم والسرطان. طب الوقاية من هذه المشاكل الصحية في الصناعة، هناك أربع مخاطر يتعرض لها العمال في الصناعات المختلفة. أولا المخاطر الآلية، إن مثلا من هذه الإصابات سقوط الأشخاص من مكان مرتفع كما يحدث للعمال المشتغلين في عمليات البناء وتركيب الآلات. اثنين المخاطر الكيميائية، ودي بتكون مخاطر منها مثلا الأدخنة أو الأتربة أو الغازات التي تتصاعد في جو العمل زي أتربة الفحم اللي بتسبب أنواع من التليف الرئوي، وأتربة السيليكا اللي تسبب مرض صدري يسمى بالتحجر الرئوي. أما الغازات فينتج عنها أضرار صحية بالغة قد تصل إلى حد الاختناق. من أمثلتها طبعا نوع من الغازات تسبب اختناقات والتهابات زي غاز الأمونيا وغاز الكلور والفلور. ثالث حاجة المخاطر الطبيعية، ودي المخاطر اللي بتعرض عليها العمال من الحرارة والبرودة والرطوبة والضوء والضوضاء والاهتزازات والإشعاع والكهرباء والضغط الجوي العالي. رابعا المخاطر البيولوجية، بتنشأ عن مخاطر عن كائنات حية زي البكتيريا والطحالب، زي منها مثلا مرض الجمرة الخبيثة ومرض فايل ومرض الجلاندر أو السقاوة. وكل من هذه الأمراض تنتج عن العمال الذين يتناولون أو يتداولون المخلفات الحيوانية. دور علم النفس في علم النفس الصناعي في دراسة الأمراض المهنية، إنه هنا علم النفس الصناعي بيدرس الأمراض النفسية والمهنية، أي مشكلات الصحة النفسية للعمال، وساهم على سبيل المثال في دراسة ظاهرة التعب ومن حيث أسبابها وتأثيرها على إنتاج العمال وكيفية معالجة هذه ظاهرة التعب أو الحد منها، وكيف يمكن للعامل القيام بعمله وتمكينه من إنتاج أكبر قدر من في أقل زمن وبمجهود أقل. وكمان بيسهم في دراسة أسباب الحوادث والإصابات وكيفية تلافيها أو التقليل منها، وبيدرس أيضا ديناميكية التفاعل الجمعي والعلاقات الاجتماعية في الصناعة. وبيساهم علم النفس الصناعي في مجال التطبيق على تنظيم التدريب الصناعي على أساس علمي، وذلك بتطبيق المعلومات المستمدة من الدراسات التجريبية التي تبحث مبادئ التعلم في مجال التدريب الصناعي والمهني. نيجي بقى لأهم حاجة، وهي سبل الوقاية من الأمراض النفسية المهنية. إن اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب بيجنب العمال حدوث عدم التكيف النفسي الذي يسبب لهم الاضطرابات النفسية، ويجب أن يحقق العمل الإشباع للعامل، فيعطي العامل دخلا مناسبا يكفي لقضاء احتياجاته المعيشية، ولكي يشعر العامل بانتمائه وحبه لعمله يجب أن يكون له مركز وأهمية في العمل الذي يقوم به. ولكي نساعد هذا على زيادة الإنتاج وتحقيق الصحة للعمال، يجب أن نشجع في علاقات بين الأفراد في المجموعة الواحدة وبين المجموعات المختلفة، لأن ذلك يخلق نوع من التعاون والمحبة والمنافسة الشريفة التي تسود المصنع جوا نفسيا سليما. يجب أن يتم العمل في ظل التعاون لا في ظل الأوامر والنواهي، ويجب إعطاء العامل فرصة الاشتراك في الإدارة لا مركزية بالنسبة لفروع المؤسسة، إلا يكون هناك تسلط من جانب الإدارة على العمال، ويجب على الإدارة كسب احترام العمال وثقتهم بها. ويجب أيضا توفير مساكن صحية للعمال وصرف مكافآت المرض لهم وتقديم رعاية طبية وتحقيق الأمن في العمل، لأن هذا ينعكس أثره على الصحة النفسية للعمال. ويجب أخيرا أن نوفر للعامل الرفاهية حتى لا يشعر بالإحباط والضيق، لأن كل ذلك ينعكس على العمل وعلى زيادة إنتاجه وجودته.